هذا البرنامج برعاية رحلة الدخول إلى عالم نجوم الصناعة. اكسب مصنع الموسم الثالث، ملايين أخرى في الانتظار. هذا البرنامج برعاية الجولة الأولى. في الجولة الأولى بيتنافس 6 من أصحاب المشروعات الصناعية، أحلامهم أكبر من إمكانياتهم، واكسب مصنع فرصتهم، والجايزة في هذه الجولة 100,000 جنيه. المتسابق الأول إيمان سعد الشريف. احنا بنشجع الحرف على مستوى الجمهورية. المتسابق الثاني أحمد سمير محمدي. بنصنع أحلى شوكولاتة وهنأكل مصر كلها. السابق الثالث تامر سلطان. احنا قد التحدي. المتسابق الرابع عزمي اسعد. دمياط اساس الاساس، وانا جاي اخد الجائزه الاولى. المتسابق الخامس مصطفى محمود. احنا ملوك الصنع. المتسابق السادس دكتور عبدو محمود. بستمتع بالتحدي وطموح ملوش نهاية. لجنة التحكيم في الجولة الأولى. أنا سعيد جدا أن لثالث سنة بشارك في لجنة التحكيم لبرنامج اكسب مصنع، وإن شاء الله السنة دي زي ما نجحنا السنتين اللي فاتوا أن احنا نقدم مهارات جديدة وناس جديدة بيغذوا الصناعة المصرية، إن شاء الله السنة دي هنقدم لكم ناس جديدة وقصص نجاح. أنا سعيدة جداً أني بشارك المرة الثالثة في اكسب مصنع. بالنسبة لي ده منتهى المتعة أن أشوف قصص نجاح والناس بتبتدي وعندها حماس وطموح، ويسعدني جداً المشاركة في البرنامج ده للمرة الثالثة لأنها قصص نجاح مستمرة. الصناعة هي الاقتصاد الحقيقي، وبدونها لا يمكن أبداً تحقيق حلم 100 مليار. الصناعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة هي الأداة اللي ممكن من خلالها نحقق فرص التشغيل الذاتي ونضيف الاقتصاد الوطني والإجمالي الناتج القومي إضافة كبيرة. في الموسم الثالث هكون معاكو عضو في لجنة التحكيم. إبراهيم طلع على المعاش وحلف لا يصرف فلوسه يمين وشمال، يشوف الدنيا بشكل مختلف، يحقق كل أحلام زمان، يدلع دولابه بكام بدلة جديدة، يتأنتج بقى حقه ويتبسط بقى يا جماعة، ما هو الراجل شيء، يجرب حاجة جديدة، يصرف ويتفسح ويشوف بقى الأماكن اللي بيقولوا عليها دي. بس ده مش إبراهيم، ده اللي نصب على إبراهيم. أهو ده بقى إبراهيم، وكل الصرف ده من فلوس إبراهيم.
بعد ما جاله مكالمة من نصاب قال له أنا من البنك ومحتاجين بياناتك الشخصية، وإبراهيم ادهاله عن طيب خاطر، بياناتك البنك عمره ما يطلبها منك، لو بياناتك راحت فلوسك راحت. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. أفكركم تاني بقواعد المسابقة. الحقيقة احنا بنعتبر السادة الأفاضل ليسوا أعضاء لجان تحكيم ولكن لجان تقدير. عايزين نسمع قصة كل واحد في حضراتكم في الصناعة، انتوا يعني رمز لكل شباب، نتمنى ان هو يتكرر طول الوقت. أستاذة إيمان الشريف تفضل. أنا اسمي إيمان الشريف وعاملة مشروع هو براند للمنتجات المصرية، الحرف والصناعات المصرية على مستوى الجمهورية كلها. إيمان سعد الشريف، ماجستير إدارة الأعمال، حولت الحرفيين لثروة لنفسهم قبل ما يكون ليها وللبلد. كان ممكن تكتفي بورشة صغيرة للمفروشات المنزلية وتحلم بعدها ان الورشة تبقى مصنع، لكن هي اختارت انها تبدأ كبيرة، تجمع ورش الحرفيين في مصر كلها وتطلع منهم انتاج اكبر من اي مصنع ممكن تحلم بيه بنت في سنها. بنشغل حوالي 70% من الحرف التراثية على مستوى المحافظات وبالأخص محافظات الصعيد، وبنكملها بالصناعات المتميزة بها مصر وهي الصناعات القطنية، وقمنا بأن احنا نفتح أسواق خارجية برا مصر في أمريكا وفي أوروبا. بنصدر الكلام ده كله تحت الستاندرز الأوروبية والأمريكية في التميز بتاعنا. احنا بنقوم بان احنا بنهتم بان كل الصناعات دي تكون صناعات بتحافظ على التراث بتاعنا المصري، وفي نفس الوقت بنقدم ما يميزنا احنا في مصر بالزراعة القطن بتاعنا، بالزراعة الكتان، بأيادينا المصرية اللي على مستوى الجمهورية كلها، بالذات في الصعيد وفي الوادي الجديد وفي الفيوم وعندنا في البحيرة وفي المنوفية. بنقدم ده كله، بنخلي كل الدايرة مكتملة من ان هي تبتدي من الشباب اللي بيصمموا التصميمات، يبقوا شباب مصريين من خريجين كليات فنون تطبيقية، وبنعمل مسابقات ما بين الكليات عشان بعد كده ناخد من الأقطان المصرية والكتان وكل ما هو مصري من الأخشاب، الفخار، الكلام ده كله، وبنعمل كل ما هو بيكملوا بعض في الأول وفي الآخر من تصميم من بين كل الحرف دي والصناعات دي، وبنعملهم ماتشنج مع بعض، بنحطهم تحت تصميم واحد وهب واحد، وبنبتدي نقدمه للأسواق الخارجية برا مصر، وبنعمله باكيجينج وبنعمله برزنتيشن على أعلى مستوى على مستوى الدول برا. ما بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نبقى أورجانيك، ما يبقاش فيه أي حاجة داخلة في صناعاتنا فيها كيماويات أو بوليستر أو بلاستيك. كل ده احنا بنصنعه هنا في مصر، حتى الخامات اللي بنعمل فيها التغليف برضو بتبقى صناعات مصرية. وبنحاول ان احنا برضو نقدم للسوق الخارجي برا مصر ايه هو المنتج المصري بطريقة متميزة، مش ان احنا مجرد نصدر منتج مصري عادي. فاحنا الهدف بتاعنا ان احنا نقدم احسن حاجة بان احنا نسوق مصر من خلال منتجاتها. احنا بنشتغل ده بقالنا سنة ونص، ابتدينا الايام اللي فاتت دي احنا ابتدينا ننزل في اسواق امريكا، ان شاء الله الفترة الجاية هتبقى لينا دخول في السوق الامريكي والخليج، ودلوقتي ابتدينا مع سوق ألمانيا. فده ما يميز المشروع بتاعنا، هو اتسمى باسمي عشان أنا كان بقالي 16 سنة في مجال التنمية، تنمية المهارات الستات والشباب رواد الأعمال على مستوى الصعيد مصر. ومؤخرا عرفت إيه هي الحلقة المفقودة ما بين صاحب الصنعة أو صاحب الحرفة وبين العالم الخارجي برا والإنفستر أو المصممين اللي بيبقوا عايزين يوصلوا لده. فاللي احنا فكرت فيه إن هو إن أنا أشيل التراب من على الناس دي ومن على الصناعات بتاعتنا ومن على الحرف، ونكملهم كلهم ببعض ونقدمهم بأحسن مستوى. فإحنا دورنا أنا الحلقة ما بين الصناعة الصغيرة أو الحرفة وما بين المستثمر الخارجي برا أو السوق الخارجي والكلاينت برا مصر. بس ده بكل بساطة فكرة مشروعي يعني.
يعني الفكره بدات من خلال شغلك السابق، يعني قصه بدايه. ممكن تديني اكزامبل لمنتج معين بتعمليه او اسستيه او عملتي له ديزاين من الديماند، من الطلب عندك من السوق الخارجي، ولا بتاخدي المنتج وتحاولي تسوقيه؟ يعني الحلقه بتبتدي منين، من الديماند ولا من السبلاي؟ الاول احنا شفنا احنا مناطق القوه بتاعتنا فين في صناعتنا، عشان اقدر ابقى متحكمه في ان انا ما بقدمش حاجه ما بيبقاش عندي صراع اقوى من قدراتي. قدراتي كصناعه، قدراتي كحرفه، فاهمه؟ يعني احسن منتج عندك لحد دلوقتي مفروشات المنزل، بيت كلها اللي هي ليها علاقه مثلا بالبيت كفرز، ليها علاقه بالسجاد، الكليم، ليها علاقه بالحاجات الخشبيه، ليها علاقه بالنحاس، كل ده بنعمله تحت تصميم واحد، بس كلها حاجات بتكمل بعض. يعني السجادة تليق مع مفرش سرير، مع الملاية، مع الأكسسوارز، مع كل حاجة، لأن احنا 70% من صناعتنا وحرفنا رايحة في القطاع ده، فأنا جمعتهم كلهم تحت هب واحد، بس يبقوا كلهم ماتشنج مع بعض. يعني اللي بيعمل السجادة زيه ماشي نفس اللاين والألوان، اللي بيعمل تحت، اللي بيعمل الكوفيرتا، اللي بيعمل لي الملاية في الأقطان، اللي بيعمل لي الفوط، كل ده أنا بدخل في التصميم، بدخل في الكواليتي، بدخل في الماتيريال اللي بتستخدم عشان تبقى بالستاندرز بتاعت برا، وأنا اللي بعمل بريزنتيشن ومفتح ماركتينج شانلز برا مصر، وبنعمل الباكجينج هنا والتغليف هنا. انا دوري هنا ايه؟ ببقى هنا في القاهره بعمل التجميع في وير هاوس، ان انا بعمل التجميع ده، وبنعمل تقفيل، وساعات الفينيشنج بيكون هنا، وبنعمل حتى التغليف والكلام ده كله احنا اللي بنعمله، التقفيل كله بيكون هنا. حتى انا اهتميت ان احنا لما نيجي نعمل حتى التغليف يكون ايكو فريندلي، يعني ان احنا ما يكونش اي حاجه داخل فيها اي حاجه صناعيه على قد ما نقدر، عشان تكون ريسايكبل وتبقى متوافقه مع الستاندرز بتاعه الدول الاوروبيه. ممكن تتفرج على المنتج ده؟ شور. ده منتج بيتعمل عندنا في صعيد مصر عن نول، ده بيبقى 60% كتان مصري بتزرع عندنا في الدلتا، والباقي قطن مصري في براند، ده بيبقى من اعلى اجود الانواع القطن. احنا بنعمل ده قطن ولا كتان؟ 60-40 الاثنين، وبنكمله بيكون معاه البات شيت بتاعته اللي هو بيبقى سات كامله. بات شيت ده قطن مصري بريميوم طويل التيلة، بنقدم اعلى حاجه اللي احنا اصلا كنا متعودين ان احنا بنصدرها ما بنشوفهاش هنا، بنبتدينا نقدمها في السوق الداخلي، وفي نفس الوقت بنقدمها اكتر بره، بس مع حاجه ما كانتش متشافه بره. فبره دايما ما عارفيننا بالايجيبشن كوتن وان احنا احسن قطن في العالم وكده، طب احنا نعمل ايه؟ فنقدم الحرفه بتاعتنا مع الايجيبشن كوتن اللي هو كده كده متميز، فبنحطهم مع بعض وبنقدمهم ان هي سات كامله، فبياخد حاجه هاند ميد بيور اورجانيك معاها سات من اقطان مصريه، فاحنا بنشغل الدوره كامله، كله مصري 100% من الزراعه، من الصناعه، من الحرف بتاعتنا بنحافظ عليها، بنشغل نعمل تنميه وتطوير للعائلات في صعيد مصر، وفي نفس الوقت ان احنا بنقدم ده كله تحت ستاندردز بتاعت بره. بنحاول ان احنا ما نستخدمش بلاستيك، ما نستخدمش اي بوليستر عشان تبقى حاجات صحيه، ما تاذيش اي حاجه اللي علاقه بالجلد والصحه والكلام ده كله. مش بس بنشتغل على المفروشات، بنشتغل على الفخار، الخشب، الكليم، بنشتغل على الزيوت العطريه والنباتيه العطريه عندنا في مصر، ان احنا من اجود الاراضي اللي بتطلع زيوت عطريه على مستوى العالم بعد فرنسا. فاحنا بنحاول نحور كل الحرف اللي عندنا وصناعاتنا انها تعمل المنتجات اللي هي تكمل شغلنا، بس بنطور في مستوى التصميم، بيخلينا هو يبقى ملائم للسوق. العالم كله ماشي دلوقتي تصميمات والوان ايه لاينز اللي ماشيه دلوقتي، وبنقدم ده في احسن صوره على قد ما بنقدر. هنا بتحوش من زمان، وقالت تنبسط بقى حبه وتتمتع بجزء من تحويشاتها، تطير من الانبساط، تخرج تتفسح، ترفع عن نفسها شوي، تعمل كل اللي كانت بتحلم بيه، تعيش يومين حلوين كده، وتاكل كل ما لذ وطاب عادي زي اي حد محوش، وتتجوهر وتتدلع. حقها يا جماعه. بس دي مش هنا، دي اللي نصبت على هنا، دي للاسف هنا، وكل اللي اتصرف ده فلوس هنا، بعد ما جالها رساله من نصاب عامل فيها من البنك، ودست على اللينك اللي فيها، وللاسف حطت كل بياناتها الشخصيه. بياناتك البنك عمره ما يطلبها منك، لو بياناتك راحت فلوسك راحت. البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر. دكتور خالد عبد العظيم، بالتاكيد حضرتك عندك ملاحظات او استفسارات عن مشروع
إيمان شريف. لو بداية إيمان، أنا فخور باللاين اللي أنت أخذتيه، وعايز بس أعرف، وهي أدوات التصنيع مش في إيدك، هي المفترض أنك تصنعي لدى الغير يعتبر. تحكمك في تكلفة الإنتاج علشان تقدر تثبتي أسعار بيعك في عقود توريد على مدار سنة مثلا، لو النهاردة حصل أي متغير خلى سعر الخامة اختلف، خلى الليبر تشارج اختلف، انت الريسك ميتيجيشن هنا بتتعاملي معاه ازاي؟ بتعامل معاه من الاول خالص، يعني ما الاول من الاول انا عارفه ان احنا اوريدي في كرايسس عالميه واحنا داخلين عليها، فببتدي احط البفر ده لنفسي من دلوقتي في النسبه اللي بس بحطها على سعر المنتج. ليه؟ عشان طول ما انا بتحرك ابقى انا لسه في السيف سايد. كده كده بنيجي مع الوقت بنبتدينا غيرنا 30% الفترة اللي فاتت عشان الرو ماتيريالز نفسها نسبتها عاليه. كنت انا اوريدي عامله ده من قبلها، يعني ما استنيتش لحد ما وقعنا في المشكله نفسها. اللي انا بحاول اعمله ان احنا بنحاول من الاول ان احنا نشتري كميات من الاول تكفينا المنتج والطلبيات اللي علينا لمده فترتين في السنه، عشان احنا نبقى ضامنين ان التصميم بالوان وكده حاجته كلها متوفره، لان قدامي طلبيات، قدامي انا تصميم معين لازم يتعمل، فخلاص التزمت بحاجه معينه. دايما بشوف في عقودي ان احنا يبقى فيه زي سماح لنسبه معينه من السعر ان احنا ممكن في الغالب هنتحرك فيها بناء على تغيرات العمله والسوق، لان احنا مش دايما بتبقى في ايدينا التحكم في حاجه زي كده 100%، لكن اقدر احط لنفسي نسبه معينه عشان انا برضو ما بقاش الدنيا ما تفتحش مننا خالص. قولي طيب، لو هل حاولتي انك انت وانت بتصنعي لدى الغير انك انت تثبتي نسبه المكون المحلي، اللي انت عندك تعميق تصنيع كبير، عندك نسبه مكون محلي كبيره او قيمه مضافه كبيره في المنتج اللي انت بتشتغلي فيه، حاولتي انك انت تثبتي ده من خلال شهاده إثبات نسبة المكون المحلي عشان تقدري تحصلي على المساندة التصديرية من صندوق دعم صادرات أو صندوق تنمية الصادرات؟ لا، ما أنا أول مرة أسمع أن في حاجة كده أصلا. طيب هنتكلم في الجزئية دي عشان نشوف إزاي تقدري تستفيدي. يا ريت، يعني لأن أنا بحاول أشوف كل ما هو يفيد الفكرة ويكملها، لأن أنا كل هدفي هو التصدير. انا عايزه اطلع من الداخل اطلع على الخارج، يعني ما فانا يعني نقدر نقول دلوقتي يا دكتور ان الاستاذه ايمان خدت الجائزه الاولى، وانها تعرف معلومه انها تقدر لما تثبت نسبه المكون المحلي في المنتج بتاعها تقدر تاخد دعم او مسانده الصادرات، وده هيكون من خلال اتحاد الصناعات اللي بيمثله الدكتور خالد عبد العظيم. ان شاء الله ناخد مداخله الدكتور احمد الليسي ناصف. اول حاجه انا عايز اشكرك جدا على المجهود اللي حضرتك بتعمليه، لان احنا الحقيقه شفنا نماذج كتيره قوي لصناعات وحرفات محليه كان دايما نقطه الضعف اللي فيها اللي هي زي ما حضرتك قلتي في اول كلامك اللي هي الحلقه المفقوده، هو بيعمل حاجه كويسه جدا بس ازاي يطلعها بره وازاي يوسع الاسواق بتاعته او يكلم عدد اكبر من المستهلكين، وبالذات طبعا عالميا مش مجرد في مصر. فانا حابب افهم من حضرتك مين اهم الزباين عندك، وبتتعاملي ازاي مع المنافسه؟ مثلا حضرتك قلت لي انك بتستهدفي السوق الامريكي، طبعا من نقط الضعف في السوق او نقط التحدي بلاش نقول الضعف في السوق الامريكي هي وجود المكسيك، والمكسيك دوله مشابهه جدا لمصر وفيها صناعات يدويه رخيصه جدا، واكيد ده بيمثل تحدي كبير مع لو اضفنا مصاريف النقل والحاجات دي. ف حابب اخد فكره على البيزنس موديل بتاعك وعن الزباين الاساسيين اللي انت بتستهدفيهم وايه المنافسين اللي بتتعاملي معهم. انا لما جيت فكرت في ان انا هطلع اصلا بالمنتج ده بره مصر، هو انا مش هطلع باي منتج من مصر، هطلع بالمنتج اللي احنا في مصر عندنا فيه ادج اصلا، الا وهو ايه؟ احنا عندنا القطن المصري المعروف على مستوى العالم ان هو من اجود انواع القطن. فمن هنا ابتديت اتكلم ومن هنا ابتديت اشد اول خيط، الا وهو ايه؟ ان انا بدخل القطن المصري في كل المنتجات عندي، فمن هنا اقدر اسوق باسم سمعه الرو ماتيريال اللي عندنا فيه ادج في مصر.
الحاجة التانية، أيوة الحاجة الهاند ميد موجودة في دول، بس إحنا برضو أنا لما عشان كده بكملها بالقطن المصري فهي دي بتديها امتياز شوي. إحنا دول بتشتغل في هاند ميد بس مش كله بيشتغل في الهاند ميد، فإحنا عندنا تميز في ده إن إحنا عندنا حاجة تراثية ليها علاقة فرعوني، ليها علاقة بطابع مختلف شوية، بس إحنا بنمودرنايزه عشان يبقى مواكب السوق برة والأذواق الخارجية برة. السوق الأمريكي سوق كبير جداً، مش متشبع من كل حاجة، يعني لسه مفتوح إن هو يقبل حاجات تانية لسه تدخله من دول مختلفة وكده. اللي احنا بنحاول نقدمه إن احنا منبقاش جوه المنصات العالمية اللي هي بتحطنا تحت كومبيتيشن في السعر، لا احنا بنحاول دلوقتي ندخل في المنصات اللي هي علاقة بأعلى الفئات اللي بتستخدم المنتجات دي، زي ما بيقولوا كده النيش ماركت برة، عشان المنتج بتاعنا يعامل على ان هو it's a piece. هو مش مجرد ان هي صناعة كميات ونقارن في اسعار وخلاص، لا هي بيس مميزة من اكتر الدول اللي جاي فيها منها حضارة وجاي فيها اعظم انواع القطن، وبنقدمها باحسن شكل. عشان كده بنشتغل على الباكجينج كويس قوي، بنشتغل على الفينيشنج انه يبقى احسن حاجه، البرزنتيشن كله يبقى كويس، بنعمل فيديوهات تقدم التاريخ بتاع ده ايه والجيرني جايه منين. القصه كلها بدات ببرطمان. هنفضل مزنوقين في الهانجر ده لحد امتى؟ انا مش عارف امشي يا سامي، مش عارفين نتحرك. ما كناش هنوصل لكل ده من غير مساعده البنك الاهلي المصري. دي اجود طماطم هتلاقوها هنا. سي وصل خندع. الطماطم دي ما بتعملش كاتشب ليه؟ جاهز يا سامي؟ هدول الخبير جون من فلوريدا. مفيش فايدة يا سامي. بعد 40 محاولة عملنا إزازة الكاتشب دي. سامي تعالى. أيوة يا ريس. السير ده ماشي بطيء ليه؟ هنسرعه لك يا ريس. إحنا كده مش هنصدر يا سامي. ورجعنا لكم مشاهدينا مع رجل الأعمال الناجح كريم. ناجح دي لما أفتح مصنع في النرويج. هو أنتوا بتسقفوا على إيه؟ إحنا فتحنا في النرويج بس. لو طموحك ملوش حدود، دعمنا ملوش آخر. دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من البنك الأهلي المصري، دعم ملوش آخر. إيمان، معلش يعني لو حبينا نترجم هذا العرض الرائع جدا إلى أرقام ومعلومات تقرب الرؤية شوية، أنت بتمارسي جزء من التصنيع عندك في المكان بتاعك؟ التقفيل. أيوة. والتغليف بيبقى عندنا في جزء. هل ده في ورشة في مصنع في مكان؟ ورشة عندي أنا عاملة حاجة وطبعا بسيطة لأن أنا لسه ما مش بالحجم اللي أنا أقدر أفتح فيه مصنع، يعني لسه ما عنديش الإمكانيات دي، وده اللي أنا بحاول فيه الفترة دي، لكن عاملة مكان بقدر أعمل فيه، بنعمل فيه مثلا التركيبات مثلا بتاعه الاسنشال اويلز اللي احنا بنعملها، اللي هي الزيوت العطريه والنباتيه اللي احنا بنطلع منها الاير فريشنرز. ابتدينا ان احنا نخلي الباكجينج كله اللي هو التقفيل والتصنيع بتاع الحاجات دي كلها يبقى عندنا على قد ما بنقدر. لو في حاجه فيها تطريز او فيها حاجه تقفيل او اللوجوز او الحاجات دي كلها بتتقفل عندنا، فهو ده اللي انا بقدر ان انا لحد امكانياتي لحد النهارده هو ده اللي انا اقدر اعمله. طب لو انا حبيت يعني اشوف المشروع بتاعك المكان، ممكن نعرف المساحة، عدد المكانات اللي بتستخدميها، عدد العمال اللي بيشتغلوا معك بشكل مباشر بخلاف التصنيع ده؟ أنا طبعا لحد دلوقتي أنا بشغل ناس بالأسلوب اللي هو فريلانسنج، يعني أنا ما أقدرش أن أنا أدي مرتبات شهرية لأن أنا ما عنديش إمكانيات دي دلوقتي، فبشغل الناس فريلانسنج. يعني إيه؟ يعني هم بيشتغلوا في البارت تايم معايا في الوقت اللي بيبقى فيه الشغل. عندنا تسليم طلبية، عندنا دلوقتي كده بنعمل التجميع ونبتدي نقفل مع بعض ونبتدي نشتغل على. هل في مساحة للمكان اللي تشتغل فيه؟ في مساحة. كام تقريبا؟ في حدود 150 متر. 150 متر. هل في حجم أعمال مثلا سنوي أو حجم الأعمال اللي اشتغلت بيه لحد دلوقتي؟ أنا لحد دلوقتي أنا بقالي 8 شهور، فلا أقدر أقوله أقدر أبني على 8 شهور اللي فاتوا، ما أقدرش أبني على أكتر من كده. قولنا ملامح الثمان شهور ماليا يعني. يعني ماليا إحنا ابتدينا اشتغلنا في حدود 650,000 جنيه. اشتغلنا على 7 حرف أساسيين، كل حرفة من دول كان فيها كذا منتج، ما كانش منتج واحد. يعني ايه؟ يعني مثلا باجي اشغل على كل انواع الخوص واللي هو من كل طالع من جريد النخل، بنشغل قطاعات مختلفة، يعني حاجات ليها علاقة بالمطابخ، حاجات ليها علاقة بالحمامات، حاجات بأوض النوم. يعني أنا فاهم صح، أنت قدرتي تصدري 7 منتجات صح كده؟ احنا هنبتدي نصدر في خلال الفترة الجاية. لسه بنت... احنا حاليا في أول باتش تصدير هتحصل الشهر ده إن شاء الله. Thank you.
الحقيقه انا شايف ان هي ما اعرفش هل احنا في يعني المشروع يبدو ان هو برضو في بدايته مشروع يعني لانك انت بتستهدف التصدير بشكل اساسي. انت بتعملي حاجه رائعه جدا. بس حاجه بسيطه نصيحة بس ان اهم حاجة اهم من المنتج حلاوة السوق مش حلاوة البضاعة. يعني مهمة جدا انك تبدأي بالديماند. يعني ممكن تعملي طبعا عينات. انما انصحك كويس جدا تروح للبايرز بتوع اي شركة اللي بيشتروا في اي حتة. زارا هوم جربي كده روح. اعرفي احتياجاتهم ايه. انما مش مهم قوي تعملي احسن منتج في الدنيا وملوش ديماند. سوق ملوش ديماند. يعني لازم نفصل المنتج. يعني جايز عايزين حاجة لسنجل باد لدبل باد اللي مقاسه مختلف. طريقة الالوان ايه. طريقة السعر الليفل ايه. يعني ممكن تكلفي جامد قوي بتلاقيله السوق خالص. فلازم تعرفي الديماند قبل ما تبتدي تستثمري جامد في المنتج. اعملي عينات مختلفة ولازم تقابل تروحي معارض دولية. تروحي معارض اشتعرفي هم عايزين ايه. الدكتور خالد عبد العظيم انا عايز تقييم اخير سريع من حضرتك لايمان قبل ما نوصل لمرحله سماع قصه اخرى من قصص الجوله الاولى وقبل مرحله اعلان التقييمات الماليه. لا المشروع مشروع رائع. انا هي زي ما هي قالت في البدايه وزي ما علق احمد بيه الحلقه المفقوده ما بين صغار المنتجين في الصناعات الابداعيه وما بين السوق دي مهمه جدا. انا عندي زخم كبير جدا في مصر من الصناعات التراثيه والصناعات الابداعيه. كل ما ينقصها هو النفاذ للسوق المحلي ذاته وللأسواق المحلية. معظم اللي بيشتغلوا في الصناعات الإبداعية دول كانوا منكمشين على ذاتهم مستني زبون يجيله لحد عنده عشان ياخد منه. قليل منهم عارف سكة التسويق الإلكتروني ونادر منهم من استطاع ان هو ينفذ للأسواق الخارجية بغرض التصدير. كرياتيف إيجيبت تحت مركز تحديث الصناعة حاولت انها تساعد شريحة او تساعد جزئية من الصناع دول. لكن احنا محتاجين ان احنا نعظم بقى من دور الشركات اللي زي ايمان اللي بتحقق حلقه الوصل ما بين صغار المنتجين دول في الصناعات الابداعيه وما بين الاسواق الخارجيه. دي قصه من القصص اللي استمعنا ليها في بدايه الجوله الاولى من مسابقه اكسب مصنع. الساده اعضاء لجنه التحكيم بفكر حضراتكم ان كل واحد من حضراتكم بما فيه منع عندنا امكانيه منح او منع مبلغ 25000 جنيه لكل عضو من اعضاء لجنه التحكيم باجمالي 100000 جنيه جوائز تقديريه مخصصه للساده المتسابقين. هنسمع قصه ثانيه من قصص الجوله الاولى. شكرا يا ايمان. ميرسي. شكرا. هذا البرنامج برعايه هذا البرنامج برعايه